اللي جاي؟ بص يا كابتن، عملية اختيار مين المدرب القادم دي بقى مسألة صعبة جدا. ما اعتقدش اختيار المدرب القادم لمنتخب مصر هيكون اختياره بسهولة. يعني عملية الاختيار في الفترة القادمة هتتم بقى عن طب تشكيل هل لجنة ممكن كارلوس فنية. كيروش يجي؟ اللي بيفكر في كارلوس كيروش ده بيفكر في كارلوس كيروش ازاي؟ النهارده كارلوس كيروش كان معاك، لو هتفكر بقى في مدرب كان عندك وعارف الكرة المصرية هات هيكتور كوبر. لو بتفكر يعني واحد، يعني خليني اقول لك، لو انت شايف المدربين اللي جم كلهم كانوا وحشين، هات احسن افضل الوحشين. يعني ده انت لو شايف كده. لا بس لكن انا عايز اقول حاجه، دي هي في كلام ابتدى يتقال، وانا على فكره انا ما عنديش مشكله مع كارلوس كيروش او كوبر، بس انا بتكلم ان الاتحاد الكوره الحالي ده قال لك انا قعدت مع كوبا مع كارلوس كيروش وهو رفض، تمام، وهجيب ايهاب جلال وحازم وبركات كانوا متضايقين، فلو حازم وبركات بعد شهر من رفضه يروح جايب كارلوس كيروش يبقى هو ما كانش رافض بقى. يعني في حاجه، يبقى الاتحاد الكوره بقى يتحمل، يعني فاهم ازاي انا اكون قايل للراي العام ان كارلوس كيروش قعدنا معاه ورفض بص يا وبعد كابتن، كده بعديها بشهر يوافق؟ هو في يعني في موضوع رحيل كارلوس كيروش هو كان في حاجه غامضه في الموضوع، لكن انا باكد لك ان الراجل كان عنده عروض، يعني والخطوات الاخيره في العروض دي ما تمتش. كان عرضه عروض منين؟ كان عنده عرض من تونس، اه وكان عنده عرض من استراليا، كان جاله اه اكتر من عرض. استراليا وصلت كاس عالم وصلت كاس على عالم حسب بيرو، بالظبط. وكوستاريكا النهارده انت وصلوا على النهارده حسب انت على حساب نيوزيلندا كوستاريكا. يعني كان عنده اكتر من عرض، فهو ترك منتخب مصر. انا من وجهه نظري الراجل ده ما نجحش مع منتخب مصر، دي وجهه نظري. يعني ان الراجل النهارده معاك لعب معاك البطوله العربيه، وسمعنا كلنا تصريحاته، التصريحات الغريبه اللي كانت في شهر ديسمبر، قال انا مش جاي عشان بطوله الامم الافريقيه، انا جاي عشان كاس العالم، انه هيوصلنا كاس العالم ولعبنا بطوله الامم كمان حرام الافريقيه. عليك كمان، حضرتك مقتنع بكارلوس كيروش ان هو المدرب الافضل يعني لمنتخب مصر؟ انت مقتنع ان كوبر افضل؟ انا مقتنع بفتره كوبر ان هي كانت الفتره الافضل للكره ليه بقى؟ المصريه، ليه؟ قولي ليه؟ ان احنا وصلنا كاس عالم. طب وصلنا كاس عالم كوبر كان بيلعب مع مين؟ ده كان ده احنا مع الكونغو، مع الكونغو برازافيل، مش الكونغو الديمقراطيه كمان، وتعادلوا معانا وجبنا ده بضربه جزاء في دقيقه 94 مع الكونغو. ده كان بيلعب السنغال كابتن احسن فريق في القاره. يعني كابتن كابتن كارلوس كروش كان بيلعب السنغال احسن فريق في القاره. ماشي، ما انت لعبت السنغال مواجهتين يا كابتن، لعبتهم مواجهتين، خسرت في المواجهتين، مواجهه في ارض محايده، ولعبتهم لا لقاء ذهاب ضربات وعوده. جزاء. اه، ولعبتهم لقاء ذهاب وعوده في تصفيات اي بس الام، هم في تصفيات كاس. احسن منك اكيد بكتير، منتخب السنغال اعلى اقوى منك. منك بكتير. خلاص، معنى كده ان انت لما تيجي تلعب اي فرقه اقوى منك يبقى انت خلاص بتقول انا مش هوصل. الراجل من اول ما مسك مصر وكانت اثناء البطوله العربيه قال انا جاي عشان اوصل منتخب مصر كاس العالم، وراح ايوه. بطوله طب الامم. ما كوبر ما عرفش يوصل مع الكونغو الديمقراطيه ماله، ماشي يا كابتن، واتغلب 4 من المغرب. انت بتتكلم عن الكونغو الديمقراطيه. كوبر استدعى 24 ماتش لعيب في اللقاء الاخير، جاله 15 لعيب بيروحوا فندق، بيمشوهم الفندق عشان ما دفعوش فلوس الاقامه. طب ممكن اسال سؤال، يعني انت حاسس ان احنا عندنا لعيبه لا رهيبه؟ يعني لا، ما عندنا، ما عندنا عندنا. لعيبه رهيبه، يعني مثلا كوبر لو جه فهيكتشف لاعبين ايوه رهاب بقى يعني. كوبر يا كابتن، يعني ده وجهه نظري برضه، انا بتكلم فيه كل وجهه نظري. كوبر بيعرف يتعامل بالقماشه اللي عندك دي، الامكانيات اللي عندك انا هلعب بيها طب بالطريقه دي. ما التاني عمل كده برضه، ما بالقماشه وصلنا نهائي كاس امم، تمام، وبالقماشه وصلنا للمرحله النهائيه في لا كاس اعمل العالم، ايه بالمرحله ولولا ان النهائيه؟ هو انا اصطدم، عايز اوصل كاس ما هو العالم، اصطدم بالسنغال يا مان. انا عايز اوصل كاس انت العالم يا هو كابتن. اصطدم بالسنغال. انت في نهايه ايام كوبر احنا اتغلبنا من اوغندا في اوغندا، صح ولا لا؟ وايامها اوغندا كان جيل قوي جدا في كره القدم الاوغنديه، وكانت طفره وبعد كبيره في كده رحنا كاس اوغندا، العالم بسم الله ما شاء الله اتغلبنا 3 ماتشات. بس وصلت كاس عالم اللي انت كنت غايب عنه من 28 سنه. تمام. هي عمليه الاختيار يعني هو اكيد. في النهايه هو تدور في فلك كوبر وكارلوس كيروش ده اعتقد. لو هيتم انت خلاص بقى ده. لا انا من وجهه نظري، يعني لو انت هتجيب مدرب عارف الكره المصريه هتجيب واحد من دول، لكن لو انت عايز تختار بقى مدرب صح، لا ولا ده ولا ده، هتجيب مدرب صغير هتهتم بقطاع الناشئين برافو عليك، عندك، يبدا ما معاك تبصش من تحت تحت. رجليك. بالظبط، يبدا لا معاك من احنا مش تحت. عايزين للسنه الجايه، احنا عايزين ل5 6 سنين ما احنا قدام. مش عايزين بطوله الامم الافريقيه الجايه، احنا عايزين كاس العالم 2026، و20 عايزين مدرب صغير فاهم الدنيا في افريقيا ماشيه ازاي، وفاهم الامور تدار ازاي في القاره الافريقيه. في اكتر مدرب يعني بالامكانيات دي متواجدين حاليا في القاره الافريقيه، لكن هي عمليه الاختيار بتتم ازاي؟ هل هيتم تشكيل لجنه فنيه من ناس بتعرف تدير الرياضه صح وهم اللي يختاروا؟ هل الاختيارات هتكون عن طريق مثلا كابتن حازم امام ومحمد بركات عشان هما الاثنين اللي متواجدين في مجلس اداره لعبوا كوره قبل كده ومثلوا منتخب مصر وعندهم خبرات في المجال ده؟ احنا مش عارفين حتى عمليه الاختيار هتكون ازاي تمام في الفتره القادمه. تمام